مهمة الشباب في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هي من أعظم المهمات ومن أخطر المهمات ومن أدق المهمات الملقاة على عاتقنا جميعا. وبهذه المناسبة المباركة أتوجه إلى كل أبنائنا وإخواننا وأعزائنا من المؤمنين والموالين والتابعين لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن يعيشوا العقيدة بكل تفاصيلها وبكل خصوصياتها، بكل ما هو مطلوب منا أن نؤمن إيمانا صادقا وإيمانا واقعيا، بعيدا عن الخرافات وبعيدا عن الأوهام، وأن نكون المثال الذي يحتذى به أننا أبناء هذه المدرسة وأبناء هذا الخط. وهذا ما يتجسد في عقائدنا وفي معرفتنا وفي سلوكاتنا اليومية. الإنسان المؤمن يعرف بسلوكه، الإنسان المؤمن الملتزم بخط أئمة أهل البيت المنتظر لخروج إمام زمانه هو ذلك المؤمن بخطه وبنهجه وبما رسمه من خريطة للإنسان كيف يتحرك في كل تفاصيل حياته اليومية. العلاقة مع الإمام ليست هي علاقة عاطفة ولا علاقة تمنيات، وإنما علاقة عملية نحتاجها في كل مفردة من مفردات حياتنا. على شبابنا أن يعيشوا الوعي الكامل، على شبابنا أن يعيشوا الحذر الكامل من كل ما يمكن أن ينحرف بهم عن جادة الطريق وعن خروجهم عن ذلك الخط الذي رسمه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في استقامتهم وفي إيمانهم الصادق الواعي المأخوذ من المنابع الحقيقية التي أرادها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن تكون هي الطريق الذي نسير عليه. فلا تأخذ بنا السبل المتفرقة والمتعددة والمستثمرة لهذه العواطف التي يمتلكها الإنسان المؤمن باتجاه غيبة إمامه. على شبابنا أن يعيشوا الحذر في كل ما يطرح عليهم، في كل ما يقال، وفي كل من يمكن، وفي قبال كل من يمكن أن يستثمر غيبة الإمام وبعد الإمام عن أنظار الناس ليجعل من نفسه بابا وطريقا حصريا في نقل وجهة نظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأمة. الإمام أراد أن يكون الطريق إليه والارتباط معه حصرا عن طريق أولئك الذين جعلهم الحجة من خلاله على هذه الأمة. على شبابنا أن يعيشوا الوعي في هذه بهذا الاتجاه، وعليهم أن يعيشوا الوعي كلما ازدادت الأمور شدة وكلما ازدادت الأمور تشابكا وكلما كثرت الآراء المتناقضة في هذا الزمان، علينا أن نعيش الوعي كيف نبقى في خط الاستقامة بعيدا عن هذه الانحرافات التي نعيشها دائما وتغزو مجتمعاتنا بين فترة وأخرى.